معي للحديث حول آثار الحصار على غزة المتحدثة باسم اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة هلا العشري. أرحب بك هلا في هذه الحلقة من حقوق الناس. إلى أي مدى من وجهة نظرك ومن الناحية الحقوقية يتابع الغزيون الانتخابات الفلسطينية أملاً بأن لا يضع العالم اشتراطات على نتائج هذه الانتخابات ليرفع الاحتلال الحصار عنهم؟ نعم بالتأكيد، بعد 15 عاما منذ أن سمع الغزيون بأن هناك انتخابات ووضعت الآمال أمام عيونهم وتعلقت القشة التي كانوا يحلمون بها بعد 15 عاما من الحصار الطويل، يأملون بأن تكون هناك انتخابات بإذن الله تكون تسبقها إنهاء للحصار وغير مشترطة بالنتائج التي سيخرج بها الغزيون أو الفلسطينيون بعد الانتخابات. نعم، أهل غزة يريدون الحياة كريمة بعد 15 عاما، مطالبهم ليست ببعيدة، ليست بغالية ولا ثمينة، مطالب إنسانية، حق من حقوق الغزيين، حق من حقوق الإنسان. نحن نقول عن فاجعة تعرض لها أهل غزة طوال 15 عاما، هي ليست أثر واحد نتحدث عنه، إنما أثرت على كافة مناحي الحياة. وما هي أبرز تلك المناحي هلا التي فعلا تغيرت فيها حياة أهل غزة قبل 15 عاما عما هي الآن؟ نعم، إغلاق مغدق على قطاع غزة بأسوارها برا وبحرا، تخلله ثلاث عمليات عسكرية واسعة، قتلت الأبرياء وقتلت الأطفال وشردت الآلاف دون أي تعويضات. هذا واحد من 10 قضايا تعرض لها أهل غزة طوال 15 عاما. عندنا نسبة البطالة في قطاع غزة هي الأعلى في العالم للأسف، 49%. نحن نتحدث عن عدد أقل بالنصف بقليل، 49 من شباب، من نسبة الخريجين في من الجامعات لا يجدون عمل في قطاع غزة. إنما هذا هو هدف العدو، أن تبقى غزة رهينة المساعدات الإنسانية، يطعمون ويضعون لقمة عيش في كل طوال مرة واحدة في الشهر، وباقي الأشهر يقضون أيامهم بمعدة خاوية كبارا وصغارا. هذا ما يريده العالم بقطاع غزة، أن تبقى متسولة ورهينة المساعدات، حتى المساعدات نهدد فيها في قطاع غزة. هذه واحدة من 10 قضايا. الفقر التهم البيوت الغزية، 56% من بين صفوف الأسر في قطاع غزة تعاني الفقر، نعيش نعتمد على كابونة الوكالة، حتى الوكالة مهددة، يهددون بأن طيب بأن أكيد هلا خلال هذه الأعوام الطويلة هناك العديد من التقارير التي صدرت حول آثار الحصار على مناحي الحياة في غزة. نعم. ومنها الناحية الصحية، هل هناك تقدير هلا لعدد الذين ماتوا نتيجة الحصار على قطاع غزة من المدنيين؟ الأعداد كثيرة للأسف، نسبة السرطان عالية في قطاع غزة، السرطان وحده قتل العديد من الأسر التي منعت من السفر ومنعت من تناول العلاج، حوالي 50% من العلاجات في قطاع غزة غير مسموح أن تدخل إلى قطاع غزة، وكأنها تهدد أمن إسرائيل. هناك العديد من الحالات ماتت بعد رحلة طويلة من العذاب من السرطانات، حتى الكورونا هناك قدرات جدا ضئيلة لا تحتمل الكابوس الكورونا. عدد الأسرة محدود في قطاع غزة، العلاجات محدودة وممنوعة، هذا خطر كبير في قطاع غزة. اللقاحات منعوها أن تدخل إلى قطاع غزة، وكأنهم يريدون أن يقولوا موتوا بفقركم، موتوا ببطالتكم، أنتم من اخترتم هذا الطريق لأنكم تطالبون بحقوقكم الطبيعية، موتوا في قطاع غزة. والعالم للأسف يسمع وكأنه لا يسمع، يرى وكأنه لا يرى، العالم لا يشعر بالانزعاج، هذا ما قرأته في التقرير، وكأنه لم ينزعج بأن هناك أكثر من 2 مليون مواطن في قطاع غزة يموتون فقرا وبطالة ومرضا. حتى البضائع، ليس في الجانب الصحي فقط، البضائع منذ 15 عاما حسب ما ورد في التقرير، فقط 50% من البضائع التي يحتاجها 2 مليون في مواطن في قطاع غزة مسموح أن تدخل إلى قطاع غزة. شكرا لك هلا العشي، وهذا الحصار الطويل نتمنى فعلا أن يكون للانتخابات الفلسطينية أثر إيجابي على رفع الحصار عن قطاع غزة. هلا العشي المتحدثة باسم اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، كنت معنا من غزة.